في تصريح له عقب اجتماع اللجنة المالية البرلمانية، قال الوزير أحمد الجسار أن الحكومة تملك خطة إصلاح اقتصادي شامل ولن تمس جيب المواطن الذي يقوم بالترشيد. بنحاول بقدر الإمكان مثل ما ذكرنا في السابق أن لا نمس المواطن، ليس الهدف هو الجباية وجمع المال، إنما الهدف هو وضع شرائح بحيث تدفع المستهلك إلى تقنين الاستهلاك، واللي حيقنن الاستهلاك حيحافظ على نفس الفاتورة مالته القديمة، ولكن حيكون استهلاكها أكثر ترشيد وأكثر تقنين.